سلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي مزيان؟ كنتمنى كلشي يكون بخير وعلى خير، يا ربي وما خصكم حتى شي خير. اليوم غنصاوب معكم هذا الكيك هذا الزوين اللي كيجي لذيذ لذيذ بزاف واقتصادي، ويعني بقياس كيكه واحده غنخرجوا جوج كيكات كيف ما كتشوفوا. خليكم معايا البنات، تبعوا الفيديو من الاول حتى الاخر، نبداو على بركه الله. المهم لهاد الكيكه غنحتاجوا 5 ديال البيضات، هاد الليمون هما اللي غادي ندير، كيدخلوا للفران ما كيدهنوا ما والو، كيدخلوا للفران يعني ما عندهمش مشكل، الفران ديال الضو ولا ديال الغاز. المهم البنات خاصني 5 ديال البيضات كما قلت لكم، دانون طبيعي، الكاكاو لان غنقسم العجين نص غادي نديرو بيض ونص غندير فيه الكاكاو، قرصه ديال الملح، الخل، جوج خمارات وفانيا. نبداو على بركه كاس الزيت البنات ما عامرش، ونبدا معكم. وسنيده البنات انا راه كندير ما كنديرهاش بزاف، غادي ندير انا 3 المعالق ديال السنيده، اللي بغى يدير يدير كاس، المهم انا ما كنعمرش داك الكاس، كندير 3 ديال المعالق كبار ديال السنيده حيت كندير فيها لا كريم وداك الشيء ما كنبغيش نحلها بزاف. المهم غنخدم البنات البيض ديالي مع 3 المعالقات اللي قلت لكم ديال السنيده، غنخدمو مزيان شويه. دابا غادي ندير دانون، كنخلط داكشي اللي جاري بحال البيض والزيت دانون، اللي ما عندكش دانون ديري الحليب، ودرت جوج خمارات وفانيا وخلطت بالباتور. دابا غنقسم العجينه، درت الكاكاو في هاد الزلافه هادي خاويه، غادي نضيف نصف ديال العجين، باقا ما درتش الطحين، غندير نص ديال العجين، واقيلا درت قل من نص، المهم تنخدمو نشوف، ما عبرتش اذا كنقل غادي نعاود نزيد. المهم غنخلط غير باليد ديالي هاد الكاكاو هذا مع هاد العجين هادي، غير الكاكاو بوحدو باقي ما درتش الطحين، عقد ليا هذا غنزيد فيه غير واحد المعلقه ديال الطحين. هذاك النص اللي بقى الاخر اللي غنزيد فيه 3 حتى 4 المعالق، لان بان لي اكثر من النص هذاك. شو هذا غير بالكاكاو عقاد، ممكن ما تضيفيش ليه كاع الطحين، الكاكاو يقدر يطيب يطلع ما كيكه بلا طحين، كيكه غير بالكاكاو هي غتجي مجهده شويه. هذا كما قلت لكم اكثر من النص، لانني درت في هذا جوج معالق كبار ديال الكاكاو ومعلقه ديال الطحين، يعني هذا غادي ندير فيه 3 المعالق، ولكن غنضيف وحده لان القياس زايد على الخليط الاول اللي خلط، وغنخلطو حتى هو باتو. وانتم معايا صافي، غنخلط ما يبقاش يبان لي الطحين، كلشي ينسجم كلشي ينسجم مع بعضو صافي، وغنفرغو في ليمون ديالي اللي ما غندهنهم لا بالزبده لا بالطحين لا حتى حاجه، هما مصاوبين. شتي قلت لكم مع 3 معالق ما خدونيش، يعني ضروري نزيد الرابعه. صافي البنات، هذا هو القوام اللي كيخصني، هو هذا، ما ثقيل ما خفيف، نزيد واحد الشي شويه. راه القياس الصراحه اللي درت في هادي حكرت على ديال الكاكاو. المهم هاد الكيك هذا ديال 5 البيضه، هاد الكيك كامل يعني ما تقسميه ما حتى حاجه، كيخصو كاس ونص ديال الطحين، كاس ونص ديال الطحين.
الا ما كانش الطحين كيشرب اللي غتضطري تزيدي شي معلقه ولا جوج يعني غتكملي جوج كيسان معروف ولا المهم كيمكن لك ديري في هادو كيف ما كيمكن لك ديري هكاك في دوك الصغيورين انديفيديوال. المهم هاد الطريقه هادي زوينه كيكه كطيب كندكدها البره ما كنقسمها ما حتى حاجه بقاو تتبعوا معايا شوفوا البره ماشي البره ديال شي حاجه. المهم لا كريم كندكولها بالبره كتجي سريعه التحضير يعني ما كاينش قصام وهادي وهادي ما كنسقيهاش ما كنقسمها ما والو كتوجد الا كنتي زربانه كديرها في الفريغو من الفران للفريغو ما تخافي لا تعجل لك ولا تدقص ولا حتى حاجه ما كنتي زربانه غتخليها على خاطر خاطره. جا خليل ما غاديش ما زعما يعني ما غاديش تاخذ نفس الفورمه ديال الاخرى ونبغى نعمر الاخرى وغادي نعمرها وغادي نزيد شويه ديال الكاكاو باش يجيو متساويين ثم انا يجيوني قد قد نخلي شويه ديال العجينه نزيدها على الاخرى ونزيدها شويه ديال الكاكاو. المهم البنات غادي نكرد هاد العجينه هذه اللي هنايا وغادي نزيدها واحد المعلقه ديال الكاكاو وغادي نضيفها على الخليط الاول ديال الكاكاو. في هاد الاثناء هذه الفران ديالي انا سخن وغادي نحط فيه الكيك ديالي هنا من بعد ما زدتها الكاكاو كتجي زوينه البنات لذيذه وسريعه التحضير صراحه الا درتيها في هذوك الصغورين دغيا دغيا كتوجدو ملي كطيب دغيا كتبرد وكتجي زوينه بحال داك يمكن لك ديريها في دوك ليمون ديال الكوب كيك وتا هي ديريها السيرانغ بلا ما تحيديها بلاصتها بلا ما تقسميها بلا والو باش ملي كيدير واحد المعلقه كيبقى ياخذ لاك خلقه لاك خيم من الداخل والكيك قابط راسو في الكاب ديالو ماشي محيد ومقسوم وهذا كتجي زوينه صراحه وبخاتيك واخا هو هادشي الحلوه بعدا بصفه عامه اللي ما عندوش الخاطر راه ما كيبغيش لهادشي ما كيبغيش يدير تكيكه عاديه يعني هادشي راه خصو الخاطر صراحه باش غتقصي تدقي ولا تقسمي ولا هذا راه كاين اللي ما عندوش الخاطر ما غاديش يقدر يدير هادشي هذا نكذب عليك الكذاب. فهاد الاثناء البنات اللي الحلوه ديالي في الفرن انا غادي نطلع الكريمه ديالي كنحيد ليها معلقه ديال الفانيلا كنبقى انا نخفيها الا عندك الجوج من فوق نزيد ها هما البنات من بعد ما خرجوا من الفرن هذيك خصني نقطعها الصراحة أنا ما قطعتهاش صحات ليا شوية شريت معليش ماشي مشكل أنا أول مرة كناخد هادو اللي بحال هاكا كيبري وكناخد هادوك اللي كيكونو كارتوني بحال بالورق ديال الزبدة هادوك زوينين دغيا دغيا الصراحة كي كنبقاش مشكل كنقلبها كتبقى هادو بانو ليا فيهم هاد التنيات هادو داكشي بحال هادو كيشدو عجين ولكن المهم بخاتي صافي جمعوا لوح ما كاين لا رفقة المول ولا شي كي كتجي البنات كتجي اسفنجيه زوينه هذه يعني الاتاي الا غادي دغيا دغيا ما عندك حتى حاجه لبوطي اولا علمك شي حد جايب الزربه ولا شي حاجه غادي تستعمليهم صغيرين دغيا غادي تكالو يعني ما غاديش يتخاف. المهم البنات هالبرا ديالي في الحقيقه ما كرهتش شي خصني نقلب على شي سيغان كبيره لان انا كنستعملها بزاف كيمكن لي ندقها ليها هكا من الفوق نبقى غدا غادي ندقها ولا غادي نحلها ندخلها من الجن بحال ندير ان تخو من الراس حتى للراس ونبدا ندخل فيه الكريمه ديالي. المهم الهدف من هادشي كامل هو انك ملي غتقطعي المغطوط كيك غادي يجيك الغصن لا كريم لا انا بصراحه البيضه كيخصني ندير فيها لا كريم ديال الشوكولا نسيت والكحله ندير فيها لا كريم ديال. المهم الناس كما قلت لكم ممكن لكم ديروا لابوش هادوي هادي كتخبو ديك التقبه وكتعمروا بلا ديك لابوش هاد خديت شويه د لاكريم وزدت ليه شويه د الكاكاو وكنعمر
وعاد غادي ندهنها من الفوق باش ما يبقاش داك العيب كيبان، لان دخلت فيها هذيك بزاف بحال خليتها تفرقعات بحال هكا البنات. وغادي نشد واحد الشوكولا نوار دوك اللي هكا دوك اللي ساحت ليا الشوكولا ونحكو في الكاكه ولا لوز ولا قرقاع ولا اللي كاين ولا دوك الشوكولا فيرميسيل باللوان ولا المهم داكشي ديال الذواق اختياري ماشي لا باز هي المهمه. هادي ديك شويه ديال الكيك اللي شاط اللي لصق ليا في المول اميره في الرصاص وقالت لي ديري هذا من الفوق. المهم البنات غنقطع معكم واحد المقطوع باش نوريكم كيفاش كيجي زوين في المنظر. والمهم من هذا الشيء كامل انها كتجي لذيذه لذيذه، يعني هذه هي الاقتصاديه شوف كتجي داك الدخول داخل عامر بلا كريم كتجي زوينه بزاف. شوفوا هذا تا هو ديك الساعات عاوتاني بغا يدير فيها النكهة الحامض او الليمون او يدير فيها مكسرات ولا اللي بغا. كنقطع طروف هانيت تقطيعات كلية حيت هادي مي كيبغي بنادم زعما يقطع طريفات صغار كيتعدى عليها كدا تفرتات و صافي كيطيح صافي قطع قطعة مزيانة صافي واحد ياكل الطرف و الله يجعل البركة. المهم البنات كنتمنى هاد الكيك ديال اليوم يكون نال الاعجاب ديالكم، ما تبخلوش عليا بلي لايك ديالكم ولي بارطاج وشجعوني بلي كومونتير.